استعدادا للعام الدراسي، يجتمع مئات الطلبة السوريين اللاجئين في هذه المدرسة في مدينة الريحانية التركية. أعمار وأعداد مختلفة في صفوف تبدأ من المرحلة الابتدائية وصولا إلى نهاية المرحلة الثانوية. عدد غرف المدرسة لا يتجاوز 20، بينما يصل عدد شعب الطلبة إلى 50. اكتظاظ دفع بإدارة المدرسة للعمل بفترات تدريس صباحية ومسائية، ومع ذلك ستنخفض قدرة استيعاب المدرسة إلى 1400 طالب بدلا من 1800 طالب بسبب ضيق المكان وتطبيق شروط التعليم التركية. الدخول في النظام التركي دوام 5 أيام فقط، في العام الماضي كان 6 أيام، وكان عدد الحصص الدرسية بحدود 24 حصة، الآن بحدود 35 حصة درسية. وقد تمكن 80 من طلاب هذه المدرسة من اجتياز امتحان دخول الجامعات التركي الذي يعقد ليوم واحد، ونال بعضهم على درجات مرتفعة، لكن 5 فقط حصلوا على منح دراسية في الجامعات التركية. طلاب حصلوا على منحة من الحكومة التركية بيكملوا دراسة بعد، ولكن يعني هذا العدد قليل، يعني طلابنا عددهم كبير، وبالنسبة 5 طلاب يعني اللي حصلوا عليها ما أخذوا بعين الاعتبار الطلاب المتفوقين. ليس من السهل توفير وسائل التعليم الحديثة وبيئة إيجابية للطلبة في مكان يعج بقصص اللجوء وويلات الحرب ومن معاناة إلى أخرى. يرى البعض في التعليم بصيص أمل لتجاوز تلك المحن. في أخصائيين بيجوا مشان يشرحوا لك كيف أوضاع الجامعات، كمان في راح يساعدوك أكيد بالمنح، وهذا الشيء يعني ممكن يساعدك شيء كبير، إنه المنحة هون خصوصا إنه أنت بلد أوروبي، يعني بلد غريب عن بلدك. الآمال تحذو الجميع هنا بدخول المدرسة، لكن 1400 متقدم من أصل 4000 سيحظون بهذه الفرصة، بينما يبقى الآخرون في انتظار مصير مجهول. الطلبة والطاقم التعليمي لاجئون والمكان مستعجر. العديد من القضايا التدريسية تم تجاوزها، أما الآن فيعانون من ضيق المدرسة التي لا تستطيع استيعاب آلاف من هم على قائمة الانتظار، ويناشدون الحكومة التركية بتأمين مكان يستوعب الأعداد المتزايدة من الطلبة السوريين في مدينة الريحانية. ومنها هدي المجالي، سكاي نيوز عربية.